اهلا وسهلا ومرحبا بكم مره اخرى. نرجع لك اسامه، كنت توقفت قبل الاشاره. باش نخدم على نور الدين الفرحاتي بصراحه، اللي انقذ بن قردان في عده مباريات. برافو لي، ان شاء الله الساعه يكون لاباس بعد العوده السريعه. ان شاء الله يكون لاباس وبالتوفيق لبن قردان. اليوم انيس انت كنت حاضر معناها وتابعت اللقاء مع زميلنا الياس بن صالح في التعليق، كيف ريت الماتش؟ سمعناك في المداخلات نتاعك، زيد حكينا على الماتش هذا، خاصة انه الترجي ما كانش في كان في طريق مفتوح امام اتحاد بن قردان والسيطرة كلها. عمل المباراة اللي لازم يعملها، الضغط عالي، اتحاد بن قردان راهو ما تشوفش للنتيجة، 45 دقيقة الأولانية كان واقف مليح يعني من الناحية الدفاعية، لكن اتحاد بن قردان التحول من الناحية الدفاعية للناحية الهجومية هوني القلق. ما وصلش يوجع الترجي التونسي، وتعرف انت ضغطي ولد اخطاء والاخطاء تولد اهداف. قداش باش تنجم تقعد تدافع 90 دقيقه، تقعد سو البلان ديفونسيف مع الاليات مع الهجمات مع وابل الهجمات بتاع الترجي الرياضي التونسي مع ايوالا اللي كان في نار كبير، رغم انه عليه برشا نقد للملاعب هذا. سي فري ممكن تنقصوا بعض الجزئيات الفنيه باش ينجم يكون لاعب متكامل، لكن عمل الماتش اللي لازمو يعملو. لكن نحب نقول اليوم كنت عن قرب تبعت غيلان الشعلال، شفته عن قرب كيفاش يتحرك الملاعب هذايا، كيفاش يتمركز في التيران، تطور الملاعب هذايا، تطور على جميع المستويات، الوقفه نتاعو ولا موجود في الدوزيام بال، في الرولون زاد كيف فؤاد. الترجي الرياضي التونسي عمل الماتش يزمو يعملو، مشموم اللي كان غايب في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني كان ممتاز مع دخول بدري. ما نعرفش لهنا بالحق انيس على زياد المشموم وبرشا، حتى سمعناك اليوم يمكن الشوط الاول كنت قاسي شويه مع مشموم، وهذا مفهوم لانه أداء كانوا ما كانش كبير برشا، لكن الزامي اعطيته حقه. لهنا دخول البدري يظل يساهم برشا معناها في الاداء الكبير نتاع مشموم. نعرفوا اي ولا يمكن كان مسكر عليه الكلوة، كي يشوفوا الكره عند انيس البدري كانه هو بده يلوج له في حلول ولا يطلعوا معاه معناها، ولا فما تفاهم كبير معناها عكس اللي مع ايوالا. شوف فؤاد، انا مانيش قاسي، لكن الملاعب هذا مانيش نلقى له اعذار. احنا قلنا قاسي وبعد اعطيته حق ولا قاسي فنيا. با لانيس لاندمير لا تيرو في تونس اكيد لذلك يعني الوحيد المؤهل باش ينجم يحكي على لاتيرال. انيس عياري مش بدري. انيس عياري فهمت يعني اول يمكن اكثر واحد مؤهل باش يحكي على هذا ما تناقشوش فيه معني. انا نحب نوضح نقول انه المشموم شوط اول كان يفقدوا النسق نتاع المباريات، ملاعب تحسه مازال مخذي الثقه في روحه، قاعد يتطور، يلعب في جمعيه كبيره اسمها الترجي. العام الاول ديما راهو يكون صعيب على اي لاعب يتقمص زي الترجي التونسي، بريسيون جديده، عالم جديد، حياه جديده، القاب، تيتروات، منافسات، كل جمعه مباراه، كل جمعه تيتر، يعني ملاعب ما ماهوش كومبيتيتيف اكيد جدا باش يعمل لك 45 دقيقه اوت. ما كانش في ال 45 دقيقه ما كانش في المستوى اللي نعرفوه عليه في المستير. لكن الشوط الثاني مع دخول بدري عملوا ديو اللي عاون المشموم، الذكاء نتاع البدري. هذاك شكون نحكي البدري؟ البدري ما سكرش عليه الكولوار، دخل الوسط، عمل معاه ان معناتها اون دو تك ولا سنتر، عمل دو سونتراج في مده دقيقه، عمل بام الديفيرونس، عمل بام الديفيرونس مشموم، كان ممتاز برشا. الميموني والتغيير زاد كيف انا نطلب من راضي الجعايدي الوليد هذايا راهو عنده برشا امكانيات، يا راضي حاول تنكادري، حاول احكي معاه. ملاعبي من ولاد الترجي التونسي وبقله انك تلقى لاعبين في الاروقه اليوم، ملاعب يذول تحسوا سور لو بلون مونتال ممسوس، خاطر مش قاعد ياخذ في برشا وقت، ما ثماش يعني كيما نقولوا احنا لهوه به برشا، لكن عنده برشا امكانيات. نقول بالرمضان زاد كيف عمل مباراه اليوم بالرمضان، ورغم القيل والقال بالرمضان على خمسه مقابلات ومسجل ثلاثه اهداف مثلا، هذه ارقام تحسب للاعب رغم انه ماهوش في الاداء. والحاجه البالي في بالرمضان ماهوش في المستوى العالي نتاعو، ماهوش زاد في المستوى الوطني، قاعد عامل اكيليبر، يعرف روحه اللي على المستوى البدني ممكن ماهوش في افضل حالته، يعرف اللي هو ماهوش قاعد يعني بالرمضان اللي يعرفوه، لكن قاعد متوازن، قاعد يخدم باش يرجع. اليوم بالرمضان عمل كيما نقولوا احنا دقائق اللي لعبهم 60 70 دقيقه ممتازه برشا، عمل ديو. لكن الترجي الرياضي التونسي نقول الشعلالي وبقيه اللاعبين الحق انا تبعت على المستوى الفني في تمركز الشعلالي في الباس نتاعو، وما يلعبش لي باس لاتيرال ديما فير لافون، هذا هو البيفو اللي يلعب فير لافون في الانترفال. النابي عنده بوكو د كاليتي، تطور كبير تطور حقيقة. كبير الدبشي اليوم ما وصلت له حتى كوره. بون نرجع لبن قردان،
عنده راو الامكانيات، لكن الترجي في نهار كبير، اتحاد بن قردان ممكن مش متعود ثلاثة ايام كل ثلاثة ايام مباراة على المستوى البدني، عانى وعانى برشا، لكن ثم حاجات مهمين في اتحاد بن قردان، يمكن ثم ثلاثة ولا أربعة ملعبية ربحهم بن قردان ومن أبناء النادي، ولا ثم بن خضر، ثم بو عايشة، ثم برشا ملعبية وإصابة، ثم راو إصابات ثلاثة ولا أربعة إصابات اضطرارية، ثم البيفو الإترانجي اللي موجود في بن قردان، ثم أوبا ولا ثم الفرحاتي تضرب، ثم زد كيف كيف المهذبي أمي محمد أمين المهذبي، يعني إصابات. لكن حب أقول إنه عودة البدري للفورمة متاعه حاجة مهمة برشا. البدري اليوم دقائق اللعب فيهم تحس الملاعب قاعد يرجع، وحل من الحلول الهجوميه في بقيه مباريات، تعرف راهو البلاي اوف مازال موجود، المنافسه مازالت موجوده، عوده البدري على المستوى الهجومي. لكن السؤال المحير فؤاد الهوني، الهوني اليوم، الهوني اليوم قداش باش تاخذ فرص، قداش للامانه معناتها ملاعب كيما الهوني باللي شيفر ان شاء الله ربي يزيدو، يلزمك تكون راهو تنجم تعدي باساج افيد ماتش اثنين ثلاثه اربعه، اليوم ملاعب غايب كومبليتمون، اللي باش تعطيه انت وقت للهوني تنجم تعطيه لوليد الميموني وولدك، ينجم يقعد لك يعني على المدى الطويل، استغله، حاول تستغله. نقول انه الترجي عمل الماتش اللي لازمو يعملو، كان في طريق مفتوح امام منافس ممسوس، امام منافس ممكن ما لقاش روحه في مباراه اليوم، وخاصه على المستوى البدني مع الغيابات ذولي اتحاد بن قردان تعدى كوتي اليوم. اليوم اتحاد بن قردان كوتي صادق، لكن الترجي هذا التونسي زاد ربح برشا حاجات اليوم، صحيح ربح عوده الروح، خاصه الاداء اليوم اللي اكثر عليه الحديث خاصه من جماهير الترجي، عوده انيس البدري وشفناه اليوم منذ الدخول، ويظل برشا ديزانتيس اليوم في مقابلة اتحاد بن قردان ينجم يبني عليها بأريحية راضي عادي في قدم المقابلات. صحيح، أحسن مباراة للترجي منذ مباراة ستيف، وللناس كل كنا نعرفه لكون الترجي تمس معناها على المستوى نقول المعنوي بعد الخروج من رابطة أبطال اللي كانت في متناوله الحقيقة. الترجي معناها بالمستوى اللي قدمه مع ستيف ذهابا وإيابا كان ينجم يربح 4-5 على مجمل مباراتين، لكن هذيك الكورة كي ما تمركيش تلقى روحك في اغلب الاوقات معناها راهين تهدف ولا غلطه من الاغلاط. نرجع لمباراتنا، معناها احسن مباراه، سيطره كامله للترجي، الترجي موجود منذ بدايه المباراه، يخلق 7-8 فرص سانحه للتسجيل، يرجع لكربوري اونكور اون فوا، مونسيون سبيسيال ايولا اللي منذ معناها اللي كنا ننتقدوا فيه صحيح المردود نتاعو مش في شخصه، لكن يولا ولا ياخذ بون شوا اليوم من احسن اللقاءات، من احسن اللقاءات، من احسن اللاعبين، ولا ياخذ بون شوا، ولا ما يترددش باش يعطي الباس وقت اللي كان يطلب في يطنب في المراوغات، ولا يسدد في المرمى، ولا يطلب زاده في الانترفال، ولا يلي باري لسباس لصحابه. بكري تحكي انت على البدري، البدري سي اون اوتر كاتيجوري، سي اون اوتر جام، معناها البدري كي يبدا في فورما فيزيكمون الانتيليجونس تكتيك نتاعو يلي الترويست، البدري يلوج على الباس قبل ما يلوج على البونتو، لو كونتري تاع يولا، يولا يلوج باش يبرز قبل ما يخلي صاحبه يبرز معاه، البدري برز وخذا معناها لارجومون نوتوريتي والشهره وكل شيء، ولاعب الترويست كيما دون لو تون مثلا كيما خواكين، خواكين يلوج على الباس قبل ما يلوج على البونتو. لكن في الظروف اليوم وخاصه جماهير الترجي ما تعطش الاداء وبعد الخروج من الشامبيونز ليج يظل يفرحهم برشا، فرحهم بيان اليوم خاطر نوعيه الملاعبيه هذوما فقدهم. زوري احنا شنو قلنا قبل في الترجي تو ثلاث اربع ماتشات الاخرانيين؟ قلنا لا باس كلي ما كانتش موجوده، اللي هي لافون ديرنيير باس اي لا ديرنيير باس. اليوم البدري بلي دو باس ديسيزيف اللي عطاهم، وبخلاف لي باس ديسيزيف وجوده هو ديما دون لو كور دو جو، وحتى صاحبه كي يجري معاه المره الاولى ويعطيه، ويجري معاه المره الثانيه ويعطيه، إن نزيد با باش يلوج عليه. بار كونتر فما لاعبين اخرين يبداو ياسر معناها ايغويست نقولوا بلغه الكوره، صاحبه يجري معاه مره تو مثال ايدو، الناس الكل تعرفوا جينيرو، الناس الكل تمشي تتلوح معناها في ظهره، خاطر نجموا يعرفوا اللي هو نجم يعطيهم. بن حمود اقل شويه، البدري بارابور على ايولا معناها وي بعيد على بعضه الشيء، دا بوان دو فيو نحكي لك الترويزم، دا بوان دو فيو باس. الكلام اللي قلت على مشموم وقت اللي تلقى قدامك مشموم ايولا مش كيما تلقى قدامك كلامك انت وانيس اليوم سمعتكم في اللايف معناها فهمتني بارفي معناها الى بارفيتمون معناها شيماتيزي اللي صار مشموم في البريمير ميتون. على المستوى الهجومي مشموم ما كانش ينجم يكزيستي برشا مع ايولا على جهه اليمين، لانه في روايه اخرى ايولا اولاد يعرفوا يعشق الكوره يحبها يموت عليها، يحب يلعب وحده به. دونك في روايه اخرى البدري سيبها، وقت اللي لازمك تعطيها يعطيها، وقت اللي يعمل كونترول باس. نرجعوا تو مثلا الشعلالي يحكيه بالرمضان صحيح الباس بار اون بيريود ديفيسيل وحكيناه معناها، مي في لي ماتش هذوما
طونك الكاباسيتي والنيفو تكنيك نتاع الجمعيه ككل عالي يل باسي نابيرسو. وقتاش تستحقوا الترجي؟ كي المنافسه تكبر وكي ليكيب ادفيرس تكون في نهارها وكي فيزيكمون يكونوا فري. مونسيون سبيسيال للترجي في حاجه، كل واحد نعطيه حقه هنا. وقت اللي لازمها تربح تربح. اليوم الترجي واللي قالوا لا لا اليوم ربحت بالاداء. نذكرك في اللي قلناه في البلاتوات الاخرين، قلت لي لازمها تربح ضد النجم باش تعمل ثلاثة نقاط باش بعد عليها كونكورون ديالك. النتائج موجودة معنا. ربحت لا ربحت ليتوال، وقت اللي لازمها تمركي ضد النادي الصفاقسي باش تربح، دونك عملت ستة نقاط ما بين تسعة نقاط ما بين نادي الصفاقسي والنجم ومستير، خلوها اليوم تلعب أريحية كاملة وألون فيزاج بالربح هذايا. ترجي توا عنده الحق في دو فوبا، وقت اللي جمعيات الأخرين ما عندهم الحق في حتى فوبا، هذا لافونتاج اللي تاخذه. دونك كي نادي الصفاقسي والنادي الافريقي سورتو ان نون با بونيفي لي بوان تاع الحوافز نتاعهم، ترجي ابونيفي بوان الحوافز نتاعها افون، استغلتهم افون واستغل زاد اكثر من هكاك. نعرفش لهنا عبد المجيد نقول هذا الفرق بين الترجي وبقيه الفرق اليوم. اكسبيرونس عندها اكسبيرونس اكثر وتلعب على تيتر من السياسه خمسه سنين تلس التيتر مش مفرغ. الكولتور هذيا لعبيه معناتها كسبوها. دونك هذيك خليت ديما ليسبيرونس تعرف تخرج من سيتواسيون ديفيسيل. معناها راهو البطوله ماهي سهله. معناتها تهز بطوله في عام راهو لازم تكون عندك ساعه دي كاباسيتي مونتال وفيزيك وتكنيك وتكتيك. معناها واداره اهم حاجه. اداره اداره هذيك الناس كل تكلمنا عليها. نرجع للمقابله هذيا. احنا تكلمنا على الكوكي قال عندنا نهار اقل من مستير وقت لعبنا ضدها باش تعرف اللي فما تداول على الفرق الكل. بنقردين لعبت مع المستير لوتريس نهار جمعه، الاسبيرانس لعبت مع ليتوال لو 15، معناها فما دو جور دو ريبو بالنسبه لبنقردين. شوف سي لو بلان فيزيك الاسبيرانس كيفاش بدات وكيفاش وفات، معناها ماتش بلان. اليوم كل شيء مشى ماتش بلان بصراحه. اليوم دو جور دو ريكوبيراسيون بنقردين زايد نهارين راح على الاسبيرونس، لكن في الماتش 90 دقيقة الاسبيرونس لعبت تو بلان لي جوار الكل، معناها يوريك سي لو بلان معناتها فيزيك الاسبيرونس جاهزة. سي ان بوان كابيتالو في اللي ماتش. لا نجموا نشكروا صبري البوعزيزي على الخدمة اللي قاعدين حق الناس اللي تخدم. نرجع للبوان الثاني، نسمع في انيس يقول بنقردين وقفة مليح وما وصلتش لقدام. شكون يخليها ما توصلش؟ ليسبيرونس في ريكوبيراسيون دو لا بال، ليسبيرونس في كان الكره في وسط التيران في الماتش هذا بالذات صحيح. تقريبا انيس تسترجع الكره من غير تاخذها تسترجعها في ساعه. الناس كل في ساعه في ريكوبيراسيون يمشيو بساعه ساعه بتروح جردين سي عبد المجيد ما عملش ثلاثه اربع باسات ما خلتهمش خنقتها في ريكوبيراسيون دو لا بال. وهذا ان بوان امبورتون، تبدا عندك الفيزيك وتريكوبير البالون وتطلع البلوك تخنق ليكيب ادفيرس. نرجع لبوان امبورتون هو اليوم عجبني جايت كي عطى طون دو جو لانيس. انا جي كريتيكي ضد كوبا افريكا وقت ضد ليتوال وقت داخل انيس ال 10 دقائق الاخر انيس عنده يلزمو تعطيه مساحه اكثر. وقت تدخلش عمل دوز اسيست معناها يوريك لو جوار دو كاليتي اللي تحتاجه ليسبيرونس. ايوالا ايوالا راهو برشا ناس ما يعرفوش كيفاش يلعب في نيجيريا. ايوالا سي با ان جوار دو كولوار، هو يلعب اتاكون دوزيام اتاكون في نيجيريا يلعبوا الكات كات دو. نرجعوا لانيس البدري اللي اخترناه لون دو ماتش نعطيوه حقه ونكملوا مع انيس وبعد نرجعوا لايوالا. انت كمل. انيس ما انيس هو الى ايتي معناتها ما كانش محظوظ. علاش نقولوا انيس نعطيوه حقه بصراحه ونعرفوا اليوم حتى جماهير الترجي اليوم فرحانه برشا بعوده انيس. رجوع قيمه الملاعبي هذا ونوعيه الملاعبيه هذوما اللي مفقودين اليوم. ذكي ذكي راهو الكوره تكنيك تكون تكنيك ويعرف انيس والولاد يعرفوا تكون تكنيكمون قوي مي سيتو لانتيليجونس. الملاعبي ذكي هو اللي يفرق ما بين الملاعبي اللي تكنيكمون لكن عادي ذكي اللي تيز انتيليجون. باش نضيف عليك أي. حاجه مهمه اليوم قريبه راهو كي يبدا يكركر في الكوره راهو يبدا قدامك يعني بلغه الكوره يشم مالك ميم با تك وباس روتري يبروفوكي ماهوش راهو يعني كي يعطي باس مش باس يعني للباس يهز راسه ويعطي باس باش يسجل للاصحاب يعني كاليتي تكنيك اللي عنده والبلاسمون كيفاش يتمركز. هو هذا انيس البدري اللي يحبوه جماهير الترجي. انا علاش قلت انيس البدري نعطيه حقه اليوم؟
صحيح أنيس البدري ماهوش في التوب اليوم، مازال قاعد يرجع بشويه بشويه، لكن فرحه جماهير الترجي باللاعب هذا اليوم خذا 30 دقيقه. لكن الترجي سؤال هنا كيفاش باش يتعامل مع البدري؟ اليوم البدري رجع الفورما، البدري فانت كونترا، ما تصورش أنيس انه البدري نجم يلعب حاجه مهمه اليوم. لا 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 ما نحكيش على الفنيات، اليوم البدري بدا يرجع في المستوى نتاعو. صبر اداره الترجي وجماهير الترجي وعائله الترجي على البدري وقت طويل وعمليه على داره، وقعد باش يعاود يرجع الامكانيات نتاعو. اليوم البدري يظهر لي نهايه العقد نتاعو مع الترجي تقريبا ولا نهايه اليوم كيفاش تتعامل الترجي؟ موجوده مع انيس البدري واكثر من لاعب في الترجي الرياضي مع نهايه العقود نتاعو. بربي سامحني جوست عبد المجيد باش نقول كلمه. شفت وقت اللي الترجي وقفت كونتر ستيفا في النص ساعه الاخرانيه براتيكمون، كان جاي بدري موجود وبوغرين وقت اخر مش موجود، انا الترجي فريمون حسب رايي اللي باسي اكوتي دون شانس كبيره. راني تفرجت على اهلي وستيف وتفرجت على الوداد وكما سابيل بالوزداد، راهو ما يزيدوش معناها على الترجي تكنيكمون حاجه كبيره. الا جوي بوكو دو مال شانس الحقيقه، وقت اللي استحقتك البدائل نتاعها واللاعبين والنفس اللي باش يعطيك البلوس ما لقات، لكنوا مضروبين مالوريزمون. كونسنتراسيون نكملوا على اي ولا ونكملوا ننهيو على الحديث على الترجي اتحاد من جديد. اي ولا وقت يلعب في الكولوار باه يطلب في العمق ويحب يعمل ديزيفور، هو يلعب خطة 4-4-2 هو معناها نرجع ل 4-4 لوزونج. ليسبيرونس افيك لو 4-3 تمشي خير وان شاء الله، لكن لازمها وقت معناها تاخذ. لا لو 4-3 هذاك لو جو دو ليسبيرونس من تحكي 4-4-2 شفنا ال 4-4-2 وشفنا 4-3 ليسبيرونس تلقى روحها معناتها في ال 4-3 مرتاحه، خاطر حتى لي دوز لاتيرو يطلعوا بالمرتاحين لي دي دوبل مون سيرو دونك في السيستيم هذاك تلقى روح. نرجع للهوني، الهوني راهو سيت جوار دو كاليتي، راهو عنده امكانياته، عنده المشكل نتاعو انا ذهني ممكن مش قاعد يعطي. علاش بصراحه انا بيدي معناتها متفاجئ كيفاش الهوني افيك الكاليتي اللي عنده مش قاعد يعطي اسبيرونس. اكيد كان هذا كل شيء على مرحله التتويج. خلينا نذكروا بالنتائج الجوله الخامسه من المرحله هذه. اتحاد من قردان ينهزم امام الترجي 3-0، انتصار النادي الافريقي على انهزام النادي الافريقي على النجم امام النجم الساحلي 1-0، وانتصار اتحاد المنصير على النادي الصفاقسي 1-0. وباش يكون الترتيب، الترجي في المرتبه الاولى ب 16 نقطه، الثاني اتحاد المنصير 12 نقطه، الثالث النجم الساحلي 8 نقاط، المرتبة الرابعة مشاركة بين نادي صفاقسي والنادي الافريقي بسبع نقاط، والمرتبة السادسة بن قردان بثلاثة نقاط. نمر توا لمقابلات مرحلة البلاي اوت، وامل حمام سوسة وتعادل ايجابي 1-1 مع الترجي الجرجيسي، في تقرير مروان قرع، حسن البقلوطي، وهبي الحمدان. أمل حمام سوسة والترجي الجرجيسي، مباراة يبحث فيها أصحاب الأرض عن تأكيد انتصار الجولة اللي فاتت أمام الأولمبي البيجي، ويحاول فيها أبناء ترجي الجنوب الفوز بأول ثلاثة نقاط لهم في مرحلة البلاي أوت. الشوط الأول كان فيه برشا دفاع بدني، وانحصر فيه اللعب في أغلب الفترات في وسط الميدان مع محاولات ما شكلتش خطورة كبيرة للفريقين. أمل كان مع مرور الوقت أكثر سيطرة واستحواذ، وقرب أكثر فأكثر من مرمى الحارس يدعس، لكن قلة التركيز والتنظيم الدفاعي المحكم لأبناء جرجيس خلاو الشوط الأول يوفى بنتيجة التعادل 0-0. في الشوط الثاني زاد استحواذ المضايف على الكرة وحاول الوصول لمنطقة ترجي الجرجيس، لكن المدرب نوفل شبي يعرف مليح أبناء السابقين وسكر جميع المنافذ المؤدية لمرمى زملاء مالك بحار. في الوقت اللي كانت فيه سيطرة أمل حمام سوسة واضح، يقوم المدرب نوفل شبي بكوتشينج ناجح بإدخال هادي جرتيلا مكان بيتومبا. مهاجم الترجي ما يستناش برش، ومن أول أكسيون يقرأ الخطأ متاع المدافع، ولمسة أولى للكرة يعلن عن افتتاح النتيجة للضيوف في دقيقة 71.
بعد البونتو ارتفعنا سقف وترجي جاجيس يلقى لي زيسباس وكان ينجم يماركي الكاو لكنه افتقد للمسه الاخيره. أما الحمام سوسة يهبط بالثقل متاعه لكل الهجوم باش يتحصل في دقيقة 88 على مخالفة قريبة للديزويت يعديها برشا صنعة بن سودة تحت المير ويعدل النتيجة. أعطيت حق نترينا في الانترينمون الحق الكوتش مش مقصر معي يخلي لي جارديان وكبر نخدم شوية باليريتي بعد كل الانترينمون. فيما تبقى من وقت اللعب كان مفتوح وكل فريق حاب يربح لي 3 بوان لكن لا جرتيلا ومندي من جانب ترجي الجليس ولا بن سودا وخاصة تريتر من جانب أصحاب المكان ما تمكنوا من حسم المباراة لفائدة أحد الفريقين. نقطة التعادل ما رضاش لدوزيكي وبدرجة أكبر الترجي الجليس اللي يبقى عاجز لحد الآن عن تحقيق أول 3 نقاط ليه. فما ديفوت نجم زفرهم فما ديفوت ما تتزفرش الفوت نتاع الهدف ما فيها حتى شيء تو نعاودوا نشوفوها حتى في الواحد الله غالب نقطة ما ترضيناش احنا جينا على 3 نقاط ولكن هيك احكام الكرة احنا من الفرق اللي كنا مطالبين باش نلعبوا بالفار على 3 ماتشات وفار باش على الاقل الضغط يصير اقل على الحكام والكل وناخذوا حقنا ولكن اليوم نشوف اللي ترجي جرجيس تظلم ان شاء الله المباريات القادمة نشوفوا حكام في مستوى معناتها الرابطة المحترفة الأولى ويعطونا حقنا. في المقابل أمل حمام سوسة بعد تفريطه في نقطة يصبح مطالب بالتدارك في قدم المواعيد خاصة باسترجاع ترسانته الهجومية الغايبة على غرار مصعب ساسي وأمين الخلوف. وقت اللي احنا بدينا نخلقوا في الفرص وبدينا نقرب الكاج باش نسجلوا وقتها عملنا كادو يعني في الديفونس وقبلنا هدف يعني هذه كي الكورة بارفوا يعني كنت تغلط ضد ايكيب محترمة برشا كيما جرجيس تو باي كاش لكن الحاجة الباهية اللي الأولاد ظهروا مونتال قوي ورجعنا في السكور. إذا تعادل إيجابي بين أمل حمام سوسة والترجي الجرجيسي يظل تعادل صادق ما يخدم مصلحة حتى فريق وما كي نغزو للترتيب والمعنى للريزولتا الأخرين. مباراة كانت حاسمة للفريقين خاصة لجرجيس اللي كان متضايل الترتيب مطالب برياكسيون بعد المباريات الأولانية وحمام سوسة اللي كانت مباراة ثانية ليه على أرضه بعد انتصاره 4 أيام التالي ضد الأولمبي الباجي. حقيقة حمام سوسة ورينا الديكلاراسيون متاع خالد بن ساسي في المباراة السابقة قال تونكو نلعبوا على ميداننا ما لازمناش نساوموا في حتى نقطة. اللي باش يربح المباريات على ميدانه باش يحرز النقاط الكاملة 9 نقاط هو باش يتمكن باش يمنع. وكلامه لوجيك وصحيح لأنه ميني شامبيونا كيما هكا 6 مباريات 18 نقطة حمام سوسة معناها دخلت ما غير نقاط حوافز وباجا دخلت بنقطة حوافز هي والمتلوي. حمام سوسة كان مطالب باش يسجل على بكري ضغط حاول عن طريق كرة ثابتة ما توصلش باش يسجل. زملاء تريتر كيف كيف معناها حاولوا عن طريق توزيعات من اليمين من اليسار تسديدات لكن كان لو جو كان ان بو برويون. نوفل شبيل ما ننساوش اللي كان مدرب لحمام سوسة قبل فاز تاع البلاي اوت واللي صارت قطيعة بالتراضي مع الفريق ومن بعد مشى ولا يراني في جرجيس. وهنا ديما نقولها ونعاودها معناها مش معقول في لازمنا نشوفوا حل في بطولتنا كيفاش مدرب يكون معناها يراني في فما صارت مرة في فرنسا لا صارت مرة في فرنسا اللي عملوا عام ولا عامين قالوا المدرب اللي رانا فريق من الرابطة المحترفة الأولانية ما عندوش الحق يراني فريق اخر في السعوديه طيب. اي من الرابطه المحترفه الاولى في فرنسا هو شنو اللوجيك في اللوجيك اللي يقول لك اليوم فما مدرب يراني جمعيه وبعد فهمتي جمعتين ولا ثلاثه يعرف كل الخبايا على الجمعيه ذيك اليوم معناها اليوم نوفل شبيل وقف امل حمام سوسه على خاطر يعرف بيان سور وقف امل حمام سوسه وتحيه ليه نوفل لانه انسان معناها خدام لانه بروفيسيونيل لانه انسان معناها متخلق زاد متخلق برشا وقبل التحدي مع جرجيس ويعرف اللي معناها كانت المهمه صعبه نوعا ما واليوم نرجعوا للمباراه معناها حمام سوسه حاولت بجميع الوسائل لكن مدافع حمام سوسه مالوريزمون يعمل اون بن عياده باش نسميوها كيما سموه البينالتي كيما سموه البينالتي بانينكا وسموه الجارديان تاع اسبانيا اللي دخلت الكره تحت ضبوطه تاع بلاتيني اركونادا دونك سموها اليوم هذه فوت جديده اسمها بن عياده يحب يرجع الكرة بصدر للجول وجرتيلا اللي مازال كيتخلي يسجل هدف
بعد بن سودا وتريتر وولاد حمام سوسه وصلوا باش يعدلوا النتيجه، لكن تعادل ما يخدم حتى حد في الاخير، وخاصه الترجي نقاو في المرتبه الاخيره. صحيح. يعني يظل بلا انتصار الثلاثه جولات متتاليه. بن سودا رجع في المباراه هذه، كان غايب في المباراه اللي قبلها، كاليتي دو فراب في بالاريتي سجل هدف ممتاز بالنسبه لي انا. التورنوا هذه نتاع البلاي اوت نشوفهم نقاط اكثر من اداء وجماليه لعب، يعني نشوف اللي يمشي لما اكثر نقاط، اللي يعرف كيفاش تعامل مع المباريات. ماكش مطالب باش تعمل حجم لعب، ماكش مطالب باش تعمل بيرفورمانس كبيره، لكن مطالب باش تلم نقاط. يقول لي احسن مثال هو الاولمبي البيجي اليوم المتصدر، تو نحكيوا عليه من بعد، لكن نشوف في ظل المباراه اللي ريتها في حمام سوسه، معناتها مباراه ترجي رجيس وحمام سوسه، راى انه نقطه ثمينه، لكن ترجي رجيس فؤاد ما عادش عنده الحق في اللي فوبا سيرتو في بلاد، وقاعد يخسر نقاط، خسر مباراة المتلوي زوز نقاط لهنا، يظل عمل تعادل ثمين في حمام سوسه. لكن اذا حب يعمل الكونفيرماسيون، واذا حب يخلي ويقعد في بلاصه في الرابطه المحترفه الاولى، يلزم يربح المباريات اللي على الميدان نتاعو، ويظل البلاصه غاليه. هذاك علاش اليوم كانت البارح كانت مواجهه كبيره بين الاولمبي والبيجي والنجم المتلوي، وتمكن الاولمبي البيجي من الانتصار، وكيكا يطلع فوق النجم المتلوي في الترتيب. نشوفوا التقرير ثم نرجع. الأولمبي البيجي أبدع وأقنع في حوار الزعامة ضد نجم المتلوي. ثنائية الحنشي وبوغرة، الأولمبيك كفتك صدارة ترتيب مجموعة البلاي أوت من فريق المناجم بفارق زوز نقاط. بعد ديفيت راه ما يسيبورتيك حد، تعدات علينا نهارين صعيبة برشا. كنا بين أبليكي اليوم، عملنا فوليوم جو، تروح لازم يتربح، ما فماش حتى حل آخر. الأولمبيك وفي الهويته الكرويه، كره قصيره تدرج بالكره بالدفاع على الهجوم، منوع في عملياته. الفريق بريسا قدام، وكان في كل مره قريب من هز شباك حمزه الغانم. الحمد لله عندنا كونكورونس في كل بلاصه، توا ليفكتيف كامل ان شاء الله اون افون. جبالي بوقره والحنشي ثلاثي الخط الامامي كان في فورمة كبيرة البارح، وشكلوا عبء كبير على دفاع زملاء عباس. تريو كان وراء عملية هدف السابق اللي ماركاها الحنشي. فما اوتوماتيزم نخدموا ديما في الانترينمون، متفاهموا ديما نسيبوا بعضنا، ما نشدوش على بعضنا. الحمد لله بوقرة عدالي الاسيست يرحم والديه. ان شاء الله رجع حلو مرة أخرى. الأولمبيك لوج على الكهو من الميتون، بوقرة ينظر في مرة أولى وكورته في الركنية، وفي الأكسيون الثانية مهاجم لوبي أعلم الكل يزيد الثاني. بعد بونتو الثاني نجم المتلوي ما عاد عنده ما يخسر، طلع البلوك وحاول يجازف القدام، لكنه صدم فريق منظم دفاعيا وسريع في الترانزيسيون، وكاد الشوط الاول يوفى على نتيجه اكثر من سكين بلاش لو استغل اسامه فرج وبوقره الكره اللي جات. قولوا ما كناش في نهارنا اليوم، نجربوا نصلحوا، ما يخفالكش يعني بعد سيري تاع ديبلاسمونات حاجه ماهيش بالسهله باش تلعب شاك 3 جور ديبلاسمون. رد الفعل اللي استنيناها من نجم المتلوي ما جاتش، الفريق غايب ذهنيا وبدنيا، وما كانش بامكانه انه يقلق الاولمبي الباجي اللي دخل في جيستيون نتاع السباقيه نتاعو فيما تبقى من المباراه. تكون في جرجيس من بعد تجي الباشا باش تلعب المباراه الثانيه، الفو لو فير فهمني، فرق على مستوى كبير وعندها امكانيات كبيره وتاخذ طياره ولي مويان دو ريكوبيراسيون، وان شاء الله تلعب لك مباراه هكاك. أبناء السايبي واصلوا عروضهم الهجومية القوية، وتعداوا بجنب الكرتون بعد ما تفنن الخط الأمامي في أهدار أكثر من كرة سهلة. الأوبجيكتيف تاعنا ني باس أونكور، رانا ما حقناش البقاء، بعثنا الأوراق، نزلنا ما حقناش البقاء، وراي بلاصتنا راي في الناسيونال، كاتريام وسانكيام ومينيمو.
فيكتوار ميريتي للباجية تخليهم في بوزيسيون مريحة في سباق البقاء، وخسارة لوجيك في ظل المردود المهزوز لأبناء المناجم يخسروا بها الليدرشيب نتاعهم. إذن انتصار معناها لوجيك للأولمبي البيجي بأداء ونتيجة على نجم المتلوي، والتساؤلات تطرحها لهنا نجم المتلوي للأداء المهزوز اللي ظهر به عبد المجيد. يظهر لي الأولمبي البيجي عرف يربح الماتش اللي لازمه يربح. صح، هو ما يساومش على ميدانه هذا الانتصار الثاني بعد انتصاره على اتحاد زيزيس ترجي زيزيس. المقابلة سيطر عليها بطول العرض، وخاصة الأولمبي البيجي تعودنا به يقدم حجم لاعب ممتاز، معناه عنده مهاجمين معناتها ثلاثي عبد الرحمن الحنشي وشهاب العبيدي واللاعب بوغرة شهاب جبالي واللاعب بوغرة، معناه صغار في السن عندهم الفيفاسيتي والحركيه التكنيكيه قويين برشا. هما داير بوغرة سجل هدف ثاني وعبد الرحمن الحنشي الهدف الاولاني. اليوم فما خدمه سعيد السيبي قاعد يعمل فيها، معناها حتى هو في الحقيقه ما يستحقش وجوده في البلاي اوت، معناها على الحجم اللعب اللي قدمه في المرحله الاولى نتاع الشامبيون، معناتها كان يجم يكون يمنع معناتها ما يلعبش في البلاي اوت، لكن اليوم موجود في هذه المرحله. نتوقع للفريق اللي يربح تروف فيكتوار على ميدانه معناها يعمل خطوه كبيره باش يمنع. دونك بالنسبه للمتلوي نسمع انه في شكل مفتاح وهذا من حقه يقول لك نلعب في زيزيس المتلوي من زيزيس يجي الباجا مسافه كبيره وطون دي كوبيراسيون قليل وامكانيات مش كبيره، اكيد اسوء مقابله قدم المتلوي خاطر متعود وقت يخرج دي بلاسمون ديما مردود نتاعو افضل من هذا. اليوم كيما نحكيو على البلاي اوف انيس نحكيو زاد على البلاي اوت كل نقطه بحسابها. اليوم الاولمبي البيجي استغل معناها المواجهات المباشره بين الاربع فرق، انتصار يخليه في الترتيب الاول بسبع نقاط، يتقدم على منافسه المباشر نجم المتلوي بنقطتين كاملين. نكمل مع سي عبد المجيد، ثم الوليد البولعابي اللي يلعب تحت لاتاكون، وليد عنده امكانيات كبيره. هو الحقيقه ملاعبيه الاولمبي معناها عندهم قيمه كبيره، معناها تكنيكمون ملاعبيه كبار. لا فنيا ممتازين فؤاد، عنده فريق محترم. وسعيد راهو عنده بصمته زاده، سعيد ديسكور وتحسوا اللي قريب للملاعبيه، ملاعبيه يحبوه، فرض ديسبلين نتبع فيها باجا، عنده كل الامكانيات باش تنجح كما قال مجد قبيله، قال ما يستحقش البلاصه هذيا اكيد، لكن كي توضع في الوضعيه هذيا قاعد يعمل في المباريات لازم يعملها. وسام السيري زاده كظهير يسار عنده مارير جوش ممتاز، فريق متكامل على في الخطوط نتاعو الكل. سمعني برشا جماهير يتبعوا فيه مارير جوش وسام السيري قيس العبدوني موجود خبره معناها فوالا يعني فريق 10 نقاط انيس مع شهاب الليلي من 9 ولا 10 والله ما نتذكر يعني، لكن من بعد تعرف اللي الاداره والهيئه المديره والجمعيه يعني ماديا يلزمك تفرط في لاعبين محمد صالح المهذبي خرجوا من لاعبيه، لكن رغم ذلك سعيد جاء في وضعيه صعيبه صعيبه، جاب انتصارات من برا. اليوم في البلاي اوت قاعد ياكد اولمبي البيجي مش من فراغ اكيد، ووضعيه صعيبه راهو تعرف فؤاد البلاي اوت راهو بريسيون كبيره برشا، ضغط كبير وراهو عامل كبير على المستوى الذهني، يعني ماهوش بالسهل راهو بالانتصارات هذوما. ممكن احنا نتبعوا في البلاي اوف وعايشين مع الترجي وعايشين الرفاهيه والكونفور، لكن راهو جمعيات يعانيوا على المستوى الذهني، ونصور العمل نتاع سعيد عنده بصمته وان شاء الله كما نقولوا احنا ينجح ويخلي باجا في بلاصته. في نهاية مرحلة الذهاب الأولمبي البيجي يلقى روحه بتصدر الترتيب على بعد زوز نقاط على النجم المتلوي، يظل خطوة مهمة أسامة الأولمبي البيجي للبقاء في الرابطة المحترفة الأولى. صحيح كما قالوا الأخيان الكاليتي موجود، مدرب سعيد نعرفوه ذولي عامين تالي توج بأحسن مدرب في البطولة، إنسان خدام نعرفه شخصيا إلى أن بون ديسكور. نقول انا بالتوفيق الباجا راه ما فماش بطوله بلاش باجا، حب ولا نكره باجا اللي جابت عده لاعبين اللي قدمتهم للمنتخب وللجمعيات الكبار، وباجا من الجمعيات الكبار، بالتوفيق لهم وان شاء الله ان شاء الله تمنع. بالتوفيق ليك، نعرفوك اللي مش تغادرنا توا قبل ما يلتحق بنا عادل زامول، عندك التزامات ان شاء الله معناها مش تمشي توا لاباس الامور وكذا. بالله باش نقول لك الحاجه، لا لا باش نقول لك قال عندي التزامات دونك من اول الحصه قلنا له ما يسالش. عندي حاجه حاب نقولها توا الاسبوع هذا، النادي الافريقي 23 سنه ليكيب ليسبوار ما لعبتش على البطوله سينيور بي
ولذلك هذا سابخوف اللي راه فما ديجا فما شبان فما شبان مازالوا موجودين في النادي ميم سي السينيور يعني يعني الاسبوار دعمتها بكلك جوار وهذاك سال الاولانيه عندهم داو دو ماتش ماتش في صفاقس وماتش نهار اثنين اللي هذايا ما فهمتهاش اول مباراه الموسم هذا ديربي بالاثنين ويكلو وفي سليمان ما فهمناش علاش شنو ولا الديربي قبل صفاقس لا صفاقس نهار الجمعه وديربي نهار اثنين هو بريفيو نهار الخميس اللي فات الديربي بالروزنامه ولا نهار اثنين هذايا ويكلو خل نورمالمون الفريق يتستقبل ويكلو وشنو الاسباب وفي سليمان والله ما عندي حتى فكره انا نقول حبيت نبعث ميساج محمد الحاج علي اللي قاعد يخدم في خدمه كبيره وبالتوفيق ليه وهذه حاجه تفرح وكما النادي الافريقي من اول الدنيا راهو ديما لي جان فيها موجودين. شكرا لك اسامه. قبل ما نمشيو للمقابلات الترتيبيه نذكروا بترتيب معناها نتائج مرحله تفادي النزول. انتصار الاولمبي البيزي على نجم البتلاوي 2-0 وتعادل امل حمام سوسه مع الترجي الجرجيسي 1-1 والترتيب نلقاو الاولمبي البيزي بسبع نقاط. المرتبة الثانية النجم البتلاوي 5 نقاط، أمل حمصوصة في المرتبة الثالثة 4 نقاط، والمرتبة الأخيرة للترجي الجرجيسي بنقطتين. توا نمشيو للمقابلات الترتيبية اللي تلعبت في نهاية في آخر نهاية الأسبوع الماضي. النادي البنزرتي ينتصر على مستقبل سليمان 2-1. نمشيو للفيتيار مع عزيز الجباري، سمير العطافي ووهبي الحمدان. النادي البنزرتي مستقبل سليمان، مقابلة ترتيبية لزوز فرق يرجعوا للكومبيتيسيون بعد شهر تقريبا على آخر مقابلة رسمية. مستقبل سليمان يدخل الماتش بقوة، المهاجم الشاب عمر بلال الجواد الرابح للمدرب يامن الزلفان يضغط على جارديان سيابي يستغل التردد ويحط الكرة في الفيلي واحد بلاش المستقبل سليمان في 6 دقائق. لا قعد تبع في الاخر فهمت هو عمل كنترول غلط حطيتها في الكاش والحمد لله. بونتو خلى أبناء سامي القفصي ينزلوا بكل ثقة لهم للهجوم، تعدت الفرص وغابت الأهداف. تقدم السيابي للهجوم خلى مساحات في الخط الخلفي. في أول كرة خطيرة شرف الدين شيبوب يضيع كرة الكو واللي ضيع يقبل. القفصي يستعمل ورقة بانجورا قبل نهاية الشوط، في أول كرة يلمسها يرجع المقابلة لنقطة صفر 1-1 فسخ وعاود من جديد. دقيقة ثانية ما ريناش فيها حاجة كبيرة، المونك دو كومبيتيسيون والسخانة كلها عوامل ساهمت في انه الريتم يطيح. السيابي ديما في الهجوم لكن دون فرص حقيقية. في المقابل تغييرات الزلفاني أعادت التوازن لمستقبل سليمان، نوع اللعب لكن غابت المحاولات الهجومية. نلعب في 86 دقيقة، الطرح ماشي لضربات الجزاء لكن قرش الشمال ليه رايخ، الدريدي يستغل بهتة دفاعية يزيد الثاني ويهدي فريقه انتصار للمعنويات.
رغم الصعوبات المالية النادي البنزرتي يتحدى الصعاب، يؤكد مرة أخرى امتلاك المجموعة شابة ومحترمة من ناحية الفنية، والمطلوب المحافظة على نواة الفريق. كما تعرف ناس كل المشاكل اللي عنا في نادي البنزرتي، الأولاد ما قصروش، قبلنا بخي 4 دو جو سوغ اون فوت انديفيديوال، ووافقنا ربي باش عدلنا قبل ميتون، ومن بعد دوزيام ميتون بالحق كانوا الأولاد واقفين بالكدا في التيران، ونجمنا ناخذوا الدوزيام بيوت بتاع الفيكتوار في آخر الماتش، اللي ورا الحضور الذهني نتاعهم اللي كانت كونسنتراسيون طيلة المباراة من قبل ما نقبلوا بوت وحتى نهاية المباراة، ونحب نشكرهم. كوب هو موتيفاسيون تاع لي جوار. نعرف السنة فما برشا فانت كونترا، كل واحد يحب يخلي حاجة باهية للجمعية. مستقبل سليمان ينهي الموسم في المركز العاشر، تراجع الفريق عنده برشا أسباب، مع هذا لا أساس في الإياب عمل ماتشوات كبار، التركيز حاليا على الكوب ورغبة كبيرة في بلوغ أشواط متقدم. تحضير الكوب ما عندناش، قلت لك ما عندناش ماتشوات اوفيسيال لا في البلاي اوف ولا في البلاي اوف، دونك اون بون اوبورتينيتي باش نحضروا بها الكوب تاعنا. عملنا بريستاسيون باهيه، ماركينا من الاول، حاولنا نجريو المباراه كما يلزم، ما سهلش، ربي باش يربحوا، باش نربحوا ان شاء الله، اللي جاي يكون خير ان شاء الله. إذن انتصار النادي البنزرتي على مستقبل سليمان 2-1، وهكاك يولي معناها النادي البنزرتي في المرتبة التاسعة، في المرتبة التاسعة، مستقبل سليمان في المرتبة العاشرة. يظل بعد توقف النشاط نتاع الفرق هذايا مقابلة ترتيبية صحيح، لكن يظل مقابلة معناها يحضروا بها لقاءات الكأس الأسبوع القادم. صحيح، مباراة ترتيبية ومباراة تطبيقية، لأنه رينا اللاعبين عندهم أكثر توا من 3 أسابيع ما نشطوش، وهذه مباراة كانت تيست مهم للمدربين باش يقفوا على استعداد لاعبيهم. كما كنت تحكي فؤاد، مباراة الكاس قريبة في غضون 10 أيام، لكن على مستوى البطولة والجدول هي مباراة حبينا نعرفوا شكون من الفرق اللي كان حاضر أكثر، ورينا اللي كونه سليمان من الأولى لا يو سونتون دو جو، عدلت بنزرت ربحت، وسي بيان بنزرت من الأول بدات بداية خايبة في الشامبيونا وكملت بقوة، وسليمان كان ما جاتش معناها لافان دو شامبيونا القوية اللي عملتها راهي كانت في آخر الترتيب قبل 3 جولات. حتى النادي البنزرتي معناها كي تشوف تو اليوم سليمان وبنزرت في المرتبة 9 و10 يظهر لي تطور ملحوظ. أي كانوا معناها في سيتياسيون صعيبة من الأول مع الحيدوسي وقتها، من بعد الحيدوسي ربح ماتشوات وجا سامي القفصي كمل ومعناها منعوا وبعدوا على البلاي أوت بنغورا وعديد اللاعبين الاخرين، ومن بعد سليمان زاد كيف كيف دو باريو ميم. اما سليمان الوضعيه نتاعها كانت معقده اكثر لانه يعني سليمان قبل 3 جولات كان في المركز الثامن الاخير، ومن بعد فهمتني التعادل مع الشابه والانتصار اللي انتصرته في اخر جوله خليها معناها تمنع حتى من البلاي اوت. لقاء اخر ترتيبي شد 8 أهداف كامله، اتحاد تطاوين ينتصر على مستقبل الرجيس 5 أهداف لـ3. نشوف الفيتيري هذا مع مروان قار، حسن البقلوطي، وهبي الحمدان. اتحاد تطاوين ومستقبل رجيش في مباراة ترتيبية من أجل المركز السابع بالملعب البلدي بسليمان. مباراة مريناش فيها فترة متاع جسنب، واتحاد تطاوين يضغط قوة من اللول ويفتتح النتيجة في دقيقة 7 من مخالفة ممتازة من سند الخميس. اتيحة يكمل في نفس النسق وما يخلي حتى فرصة زملاء اللمتي ويتحصل على زوز ضربات جزاء تم تحويلهم بنجاح إلى أهداف عن طريق سند الخليفي والكوني خلف. ثلاثة بلاش للاتحاد في ظرف وجيز، ومستقبل رجيش ريناه أخيرا يتحرك في الهجوم ويتمكن من تذليل الفارق عن طريق السماري في دقيقة 32 في مرة أولى، ثم في دقيقة 39 بعد عمل جماعي ممتاز. في الوقت اللي كان فيه أبناء فريد بن بلقاسم قراب من التعديل، يقوم الرحماني بخدمة كبيرة على اليمين ويعطي كرة على طبق للؤي بالحسين اللي يحسم الشوط الأول لفائدة الاتحاد بنتيجة 4-2. في الشوط الثاني انخفض النسق بصفة كبيرة وحاول مستقبل الرجيش العودة في المباراة واللي ملا تعديل النتيجة، لكن مرة أخرى الرحماني ما يخلي لهم حتى فرصة، وفينيسيون ممتازة يعلن على الهدف الخامس لأبناء الخطر.
تواصلت المباراة على نفس النسق وأطنى بنوع عمير جيشية في تضييع الفرص قبل ما يتمكن بن سالم في العشر دقائق الأخرى من تذليل الفارق باش تنتهي المباراة على نتيجة 5-3. مباراة بتاع كلاسمان تشوف احنا بعد ما كملنا البطولة براتيكمان قعدنا ندرب صوف العشر أيام الأخيرة كي لقينا شوية مشاكل منذ 5-6 أيام معناتها حتى في التمرين قعدنا معناتها مقسومين لزوز مجموعات اليوم ملعبية التتوين برهنوا لي معناتها الزاد الفني موجود شفت معناتها كملنا حتى في البطولة الأولى كملنا بكلاسمان باهي على غالب ربك ما كتبناش باش تعدينا بلاي أوف. مباراة مثيرة وممتازة استغلها الفريقان لإشراك العديد من الوجوه الشابة اللي أبلت البلاء الحسن، وفي الأخير يظفر الاتحاد بالمقعد السابع بكل استحقاق في بطولة هذا الموسم في انتظار انطلاق سباق كأس تونس. نحن جولات صغار مش قاعدين نترينيو والبطولة واقفة، فمتى برافو الأولاد يعطيهم الصحة يخدموا أرواحهم وإن شاء الله القدم خير. حبينا نمشيو بليوف ربي ما كتبش، حبينا نكمل نثقتوا العباد احنا راهو عندنا بلاصه مع التلاته اللي نمشيو بليوف كاس الكبار. ربي ما كتبش نكونوا الفوق انت بالجولا فيراج. اليوم اثبتنا اللي احنا عندنا ايكيب بي جورة باهين كلهم صغار. اذا لقاء مفتوح انتهى بثمانية اهداف كاملة 5-3 لاتحاد تتاوين. زوز فرق قدموا موسم كبير كانوا ينجموا يكونوا موجودين في مرحلة التتويج. اتحاد تتاوين يكمل السابع، مستقبل الرجيش يكمل الثامن. اكيد انيس لقاء مفتوح، زوز فرق عنده برشا معناها ما لعبوش ماتشوات رسمية، اليوم يظهر لي لقاء كبير انهاه اتحاد تتاوين بخمسية كامل. أكيد والنتيجة تأكد نهاية الموسم المميزة اللي قدمها اتحاد تطاوين، رغم الناس الكل نعرفوا أن اتحاد تطاوين ما عندوش ميدان، لعب في بير الأحمر خارج ملعبه يعني اللي كان يجي فيه في نتائج إيجابية. أكيد نتيجة اليوم تأكد العمل الكبير اللي قاعد تقوم به هي رأي مجموعة كاملة تتكون من رئيس الفرع سينابيل بوكريع، توفيق القاصر، عكر من الوذير رئيس النادي، ناس خدمت، ناس حطت فلوسها، ناس ضحات مع إطار الفني ممكن اللي اعطاه بصمته وخلى اتحاد تطاوين يذول اللي كان ينجم يكون في البلاي اوف. بون على غالب النتائج الاخرانيه ما خدمتوش، لكن فريق كبير برشا عنده ستاف محترم يتكون من شكري الخطوي، توفيق الصالحي، المغزاوي زاد كيف كيف، عنده اليات الكل باش ينجح اتحاد تطاوين. الحق فريق مميز والعمل الكبير تاع شكري الخطوي زاد تاكدت بالنتيجه هذه. ان شاء الله يبنيوا على الموسم المميز هذا، وخاصه الاداره اللي ممكن فتره النيابه نتاعها توفى الموسم هذا وعنده مشاكل ماديه، وتعرف راه نجاح الكره بالكونتينياسيون. ان شاء الله حتى التوين يكمل على العمل هذا ما يخسروش تيله العوام اللي خدموه يذول لي الكونتينياسيون. وهذا الترتيب النهائي يعني المرتبه السابعه حتى التوين، الثامنه مستقبل الرجيس، التاسعه نادي البنزرتي، والعاشره مستقبل الموسم التالي على التوالي. حتى التوين في المرتبه السابعه مش بالسهل، الناس قاعده تحط في برشا فلوس وتضحي الور، وقول برافو حتى التوين. ووقت يلتحق بنا عادل زامول، رحبوا بيك عادل. وقت يلتحق بنا عادل زامول ما نجمو نحكيو كان على الاداء التحكيمي خاصه في مقابلات البلاي اوف اللي موجود فيهم فار، اخترت لنا لقطات. لقطات نشوفوا الماتش الاولاني ماتش الكلوب ليتوال، اللقطه الاولانيه نتاع الركنيه والكره تسدد في المرمى، وفي اللقطه هذه حتى حد بالحق معناها حتى حد ما ينجم ياخذ قرار قطعي. وسورتو اللوم الكبير على المساعد الثاني اللي في الكورنير كان متواجد مع البيكي دو كوان، كان موجود ثم خرج 2-3 متر من البيكي دو كوان اللي نورمالمون ما فماش كونتر حتى باش تخرج، ما كانش على الليني نتاعو، ما نجمش ياخو ويعاون اصحابه في لقطه كيما هكا. الفار حاول محرز المالكي وباش يشوفوا اللقطه بالفار وما نجموش يخرجوا قرار قطعي. وتعرف اون كا دوتي فو سابسونير، معناها ناخذوا القرار اللي وقع اتخاذه من الحكم هو عدم احتساب الهدف. وتعرف اللي فما القناه اللي كانت تعدي في المباراه اللي قناه الكاس خدموها
بال3D وإحنا من نجمو كان ننحني وقدام التكنولوجيا أنه ما نجموش نناقشو التكنولوجيا كيما هذه ويسرتو كإحنا ما عناش الجون لاين في لقطة كيما هكا اللي هي كيترانش معناها القرار دونك لقطة صعيبة على اللوم بالفار ولا لا على حكم لا على الفار لكن اللوم الكبير على المساعد الثاني الحرش اللي خلى المكان نتاعه وما عاونش فيها اصحابه. اللقطه الثانيه لقطه نتاع مطالبه بضربه جزاء واللي اعلن عليها الحكم وبالحق معناها في قيمه صادق سالمي ما يلزمش نعلنوا على ضربه جزاء كما هكا سورتو كو واضحه انه الملاعب هو اللي حاول يتيح. نعاودوا نرجعوا اوروزمون اللي ثم الفار وانه نرجعوا الحق لبلاصتو. هذه اللقطه ونعد قرار الفار صائب. هذا قريب برشا الاربيتر وقريب برشا اللي قلت لك انا بالحق معنا اللوم على الصادق في هذه فهمني انه سيمولاسيون كي ثم كونتاكت صغير اي معناها ما عادش نحكيوا احنا على السيمولاسيون ما عادش نحكيوا على لهنا عادل تاع مدافع النجم الساحلي ما تقلقش اليد معناها لا لا هذاك هو الكونتاكت هذاك هو اللعب انه ملاعبي في ال 16 متر 50 نتاعو يلعبوا ما فماش محاوله نتاع اعاقه ولا محاوله نتاع اسقاط اللاعب ولهذا الفار احسن حاجه عملها انه تنحات ضربه الجزاء. اما ملاحظه احنا ما عندناش الصوره كان ثم ضرب الجزاء زاد النجم الرياضي الساحلي ما عندناش الصوره في مشكول احنا نخدموا بالماتيار بيسر بمتاعنا ما نجموش ناخذوا فوالا ما نجموش ناخذوا نتاع القناه اللي عدت المباراه. شوف في المباراه الثانيه مباراه الترجي وبنقردان يسري بوعلي بالحق معناها عمل ماتش اكسيلون عمل ماتش خارق العاده في زوز لقطات نتاع مطالبه بالتسلل في اللقطات في زوز اهداف والفار خدمهم باللورجو اوتوماتيك وخرج كيف زاده كما في اللورجو اوتوماتيك. ننحني مره اخرى للتكنولوجيا ما عندناش باش نتكلموا على خاطر اللقطات هذه فما اونتر 10 و12 سنتيمتر كانت معناها اللي كسرت لورجو. ما يسالش عندي ملاحظه صغيره الخويا انيس كنت نتفرج فيك ويعطيكم الصحه اليوم العشيه وقت اللي قعدت تتسائل على كيفاش علاش الاربيتر ما مشاش للفار الفار ما يمشيلوش الاربيتر في اللقطات نتاع التسلل. فما كابين نتاع فار تخدم اللقطه باللورجو اوتوماتيك وتخرج لك اللقطه. هما مالوريزمون عدوها لنا ان بو اون روتار وشفناها في التلفزه كيفاش الليني بلو والليني روج انه ما فماش اورجو. وهاك شفت معناها يسري بوعلي وقت اللي يوري الفار يقول هكا الفار ويقول هدف يعني الاولاد باللوريات بعد ما عملوا الاناليز نتاع اللقطه وقع احتساب هكا فار تشيك. هذا اللي عندنا معناها في المباراه نتاع الترجي مباراه نظيفه الاهداف نظاف كل شيء مشى على العال. نجيو توا للمباراه الثالثه مباراه ادارها يوسف السرايري. اللقطه هذه في الكونتاكت يوسف زفر ضربه جزاء كيف العاده مشى للفار وشاف اللي معناها اللاعب المدافع المهاجم هو اللي مشى للجارديان تاع سي اس اس والجارديان كان يلوج في الكره نتاعه وما كانش ثم ضربه جزاء ورجعت الامور لنصابها. ضربه جزاء كيف هذا كريم نعديه واخذت ضربه جزاء كلاسيكيه شيء ما فيها معناها ما انو با هكا باش نقعدوا نحكيوا فيها واضحه. لكن نجيو للقطه اللي حكيت فيها الناس الكل لقطه صعيبه برشا. اللقطه هذه نشوفوا احنا معناها مش ايماج بار ايماج لقطه بلقطه. هوني الكره خذيت لكم في اللقطه هذه ايماج فيكس الكره ما خرجتش وي سورتو كي نقولوا الكره ما خرجتش الاسيستون اللي كان اقرب واحد وكان على الليني ولو انه ما نشوفوش لهنا اما في الماتش اللي كنا نتفرجوا فيه في قناه الكاس كنا نشوفوا في المساعد كان موجود في معناها لو سول اللي نجم يقول لك معناها الكره خرجت ولا لا.
تلعبت اللقطة هذيك الكرة قعدت اون جو المدافع بيتهور خلطت على الاتاكون عفسته على ساقه ما ترتقيش لي معناها الاعتداء لا ضربة معناها ثم كونتاكت لكن مش متاع أنه باش يعيط لك أنه متاع ريد كارت متاع ورقة حمراء لا كان ثم كونتاكت صحيح فما تهور هو صحيح الفار عيط له على الورقة الحمراء على الأقل باش يثبت معاه في الورقة الحمراء هذا الكل نخليه وإحنا للمجالس بأمانتها أما ميسيرش احنا نحبوا نوريه للناس شنو اللي صار في اللقطات هذه ما نحبوش احنا نتمناو لي زاربيتر ولي زاربيتر نتاع الفار يكونوا مش متفاهمين في انه ما يقولوش الحقيقه لا يكونوا متفاهمين انه يعطيو حق الجمعيتين شوف اللقطه هذه بعد ما كملت 1 مينوت الكره الدور خرجت توش من بعد وقتها وين مشى يوسف للفار وثبت في اللقطه هوني معناها صار الفليشيسمون في الميموار بوتيتر نتاعهم الكل ما عاونوش بعضهم لكن في اللقطه هذه معناها بوركو بيكور الكره ما خرجتش صارت مخالفه اونبورتي بار لي لون صارت مخالفه لبرا كانت معناها الريبليز لازمها تكون بضربه جزاء في اللقطه هذيك شوف معناها اجمالا بالحق معناها يقعد يوسف السرايري احسن حكم اجلدي توجور يوسف السرايري احسن حكم عرفته تونس واللي هذا من نجموش نزلوا برشا قانوني كان هو تكليه والكره ماهيش اون جو البر تكليه والكره مش اون جو هذيك قاعده من القواعد ان الكره لازمها تكون اون جو فوالا دونك الكره اون جو تكليه حتى البر زيد يعيط له دكتور الفار زيد يعيط لك طونكو ما فماش اغريسيون فوالا طونكو ما فماش اغريسيون معناها تعرف احنا الفار باش يعيط فمني كان على الحاجه ضربه جزاء موجوده ضربه جزاء موجوده الجماهير بالمسابقه تغني لجمعيتك ومن بعد نرجع نحكي الأجواء سخونة في المدرجات والمسابقات متواصلة مع التاسعة سبور جوائز كبيرة في انتظاركم يكفي تبعث لنا فيديو تشجع فيه جمعيتك ولا المنتخب ولا حتى اللاعبين اللي تحبوا يتعدى الفيديو متاعك في التاسعة سبور وتدخل المسابقة باش تفوز بصالة بيت نوم ولا بيت فطور من الطراز الرفيع من إهداء موبل 5 اتوال ابعث لنا الفيديو متاعك على رقم الواتساب 56 270 270 عبد المجيد يظل لي فما فريق كبير 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 برشا نسيناه الاعوام الفارطه هو اولمبيك الكاف اللي يحتفل ب 100 سنه 100 سنه كامله منذ تاسيسه نشوفوا الفيتيير هذا مع غدا العلاوي ووليد الرياحي وبعد نرجعوا نحكيوا على اولمبيك الكاف العالية
كلاسيكا فينيريا، التاريخ والحضارة. سيدي بو مخلوف، القصبة، ليالي المنسيات، والميدة الميلة. من هوني جاي ثالث أكبر فريق في تونس، أولمبيك الكيف، يطفي المئة شمعة وينضم للنوادي المئوية في تونس وإفريقيا. اسم كبير وتاريخ عظيم، أحد أبرز معاقل الكرة في تونس ومنبع المواهب الكروية، كمال بن إبراهيم الشيف، مراد الشيبي وطارق التهامي وغيرهم. أمزو أمزو أولمبيك الكيف، غربش باللكحل والأحمر وإبراهيم الشيف. مئة سنة نفس الشعار ونفس الألوان، مئة سنة من العراقة والشموخ، ورغم الإخفاقات الأولمبيك تحافظ على تواجدها وتراهن على شبانها اللي باش يأمنوا مستقبلها ويحملوا اسمها. وضعية صعيبة يعيشها أحد أعرق النوادي التونسية اليوم، وفي حاجة كبيرة للكافية الأحرار من أولاد الجمعية، مسؤولين، محبين ومسيرين، باش ترجع لوكا لقيمتها ومكانها الطبيعي وسط الكبار. عاش أولمبيك الكيف، وكل عام وهذا الصرح العظيم بألف خير. عاش أولمبيك الكيف، وإن شاء الله الأولمبيك يرجع لأيام زمان، يرجع للصولات الجولات متاعه اللي جابنا ملعبية كبار. أكيد بريود صعبة قاعدت معناها يتعدى بها الفريق الكبير هذا، لكن إن شاء الله أمال لكل الكوافية أنه يرجع الفريق هذا للحجم الطبيعي. أنا لعبت مع أساء نهني أولمبيك الكيف، فريق عريق وقديم، لعبت معهم أنا ونعرفهم، معناها كان عندهم فريق ممتاز في القسم الوطني. للأسف في المنطقة الغربية مهمشة، معناها نقول الوزارة والدولة معناها هو مهمشة في كل شيء، خاصة لا خاصة المنطقة الغربية مش لاهين بها بالكل، الشمال الغربي الكل، الشمال الغربي وهو عند ناس مغرومين بالكورة برشا ويحبوا الكورة برشا، والمتنفس الوحيد عندهم كورة وعندهم مناطق طبيعية كبيرة برشا. نتمنى إن شاء الله الكيف اللي عندهم الحق دي ديفيكولتي في نصير كبيرة برشا، يعني تقريبا فرق الكل يعانيوا من مشاكل مادية كبيرة برشا، إن شاء الله السلطة وإن شاء الله الوزارة تلتفت. إن شاء الله الأولمبيك الكيف يرجع معناه اللي خرجوا برشا ملاعبية، برشا ملاعبية وتاريخ كبير، إبراهيم الشيف نحكيو على بيشا، طارق تهامي معناتها ملاعبية، إي إبراهيم الشيف معناتها ملاعبي كبير، ومراد ميرقي عمل كارير كبيرة في الإسبيرانس، معناها تقريبا معناها عنده مواهب كبيرة برشا، إن شاء الله فرق هذوما يتلاقوا بهم. أكيد إن شاء الله عودة سريعة للأولمبيك الكيف، معناها للمكانة نتاعو اللي يعرفوا عليه كل أحباء أولمبيك الكيف. هكا وصلنا إن شاء الله، كنا معناها خفيف ظل عليكم، وصلنا نهاية تسعة سبور، إن شاء الله عودة الزميل عادل البغلان نهار الاثنين هو وكامل المجموعة. شكرا لك عبد المجيد. صحة فؤاد. شكرا. شكرا لك صادق، شكرا لك على الحضور. شكرا لك فؤاد. معلش تحب تحكي. لا حبينا أول حاجة نشكروك على ان شاء الله كنت عملوا مشاكل، عملوا مشاكل، لا ان شاء نكون قد المسؤوليه اللي عطاوها لي نرفعوا في المعنويات، خاصه فريق عادل بوهلي المره، فريق تحيه لخونا عادل، وان شاء الله يرجع في احسن فورمه ان شاء الله نهار الاثنين. هو في فورمه هو ملبس عليه، عنده التزامات معناها خاصه، ان شاء الله نهار الاثنين يكون موجود، ان شاء الله يكون معنا ديما عادل خونا وصاحبنا، دونك نحبوه ديما موجود. دونك الفيضه الرياضيه مدارس واداني تتلقى دعوه ممتازه جدا. تحب تحكي من لا خاطر لازم نوصلها المعلومه. قلت لك الفيضه الرياضيه مدارس واداني تتلقى دعوه ممتازه جدا من اف سي برشلونه، معناها مش من فريق كيلكونك. اليوم فما دوره بشارك فيها ليل، ستاندر دو ليج، برشلونه، هانوفر، كومو، سبورتينغ لشبونة، لشبونه، وفريق من كولومبيا. مالوريزمون الفيضه الرياضيه ما عندهاش الامكانيات، وهنا ماذا بينا نطلبوا بكل لطف من سلطة الإشراف ومن رجال أعمال بالجهة باش يحاولوا
يحقوا الحلم هذايا نتاع الصغيرات ويخليهم يوصلوا يشاركوا في الدوري العالمي هذي. هاك حليت لي قوس يعني لهنا ما كان تعادل كان جامعة عادل ما تعملوش هكا سي مزيد يحب يتكلم. صغيرة دي ملاحظة صغيرة والله ريت لي اللوجو نتاع تاسعة في الملاعب الكل نتاع البلاي اوف والله حاجة تفرح. حاجة تفرح. تاسعة سبور في كل حاجة تفرح والله حاجة تفرح. كل... مش يوريك قوتنا معناها البرنامج الأول الرياضي في تونس. عادل تحب تتكلم اكيد ما نجموش معناها مناسبه كما هذه ولو مناسبه ماهيش معناها حلوه انه اليوم خرجت اي خرجت القائمه نتاع الحكام اللي باش يعملوا الكوب دي مون ما فما حتى حكم تونسي لكن لو مالورو معناها انه تلقى اكثر ثلاثه كوارث معناها حكام فمني افارقه اللي قلبوا لتراح معناها منهم جياد منهم ماغاتنداي منهم سيكازوي منهم بكاري غاسما موجودين والحلو زاد فمني زاد ثم ثلاثه بنات معناها لي زربيتر ثلاثه بنات فمني زاد سورتو الفرنسويه اللي زفرت اللي زفرت الفينال اي اللي زفرت ستيفاني اللي زفرت ماتش نونت ونيس جوست حاجه صغيره راهو نرجع جوست الماتش نتاع سي اس اس والمستير راهو كلكو سوا القرار اللي وقع اتخاذه منا ولا اللي قلته انا ولا اللي عملوه هما راهي غلطه فنيه هذا ايش حبيت نقول شكرا لك عادل شكرا لك انيس ما عندكش ما تقول شكرا لك تحيه ليك وتحيه للسادة المشاهدين شكرا تحيه لكل المشاهدين اللي الاوفياء اللي تابعوا في تاسعة سبور كما قلت ان شاء الله نكونوا خفيف ظل وان شاء الله نتقابلوا في تاسعة سبور مع الزميل عادل بوهليل يوم الاثنين القادم شكرا لكم والى اللقاء موسيقى